استقبل يا نجف زف ينالك ورود زلم خشنا وهابة الملقى الويل تفق من عمره 5 سنين بحيث خويا قامت صيح للتفقى خير بحجيه لو قعد ديوان وللضايع حقه يطلع لحقه هيج احنا عدنا الزلم موجودين هيج على خيه بيه حرقه وقت الحرب لو صار سل سيوف تلقى غيرة العباس بيه متعلقه لا تدور على المات اللي رفعة راس دور على ابن العراق الفوق النجم دقه مات اخوي وجنت مكسور خاطر وحسك الباب وجهي وسرقه قلت لها يمه جيت شاوين اخوي وجنت احجي وروحي محتاج قلت لي يمه اخوك راح لحسين وعاف هاي الدنيا ما تسوى ورقه قلت لها يمه هم وصاش قلت لي اي يمه وصاني قال لي اخوي تلقين هذا السيف والدرق حتى لو شاف يذكر عباس بكربلاء السواح اللي نطشفوه وروح لاخته توقف وقال لي قليله لا يخاف من الموت الموت ورقه وهم وحسين شقه وقال لي قليله ليروح يم حسين همين حسب موت من لقيتين حسين ما موجود ومنه ما ألقى وقال لي قليله خلي يعيد القالب أول الأبيات ومن يشعر خلي يشعر بحرقه استقبل يا نجف زف ينالك ورود زلم خشنا وما هابت الملك زلم خشنا وما هابت الملك.